مرة أخرى نعود ونلتقي لنطرح سؤال اليوم لمن لم يشاهد الحلقة منذ بدايتها. السلطات الهولندية أصدرت قرارا بحق منح اللجوء لأقباط مصر شريطة إثبات أنهم مضطهدين، هكذا فهمنا القرار. حتى نستطيع أن نفهم لماذا صدر القرار ومن حركه وما هي تداعياته وأثره على العلاقات المصرية الهولندية وعلى تماسك لحمة الشعب المصري الواحد من مسلمين وأقباط، حاولنا أن احنا الأول نفهم الحكاية من الأستاذ بهاء رمزي، وهو رجل أعمال قبطي ورئيس الهيئة القبطية الهولندية التابعة لأقباط المهجر، وهو يمكن يكون أكثر طرف ملم بهذا الموضوع. هو معنا في أول حوار له مباشر على الهواء، ومعي في الاستوديو اثنين من الخبراء في هذا الملف الذين يمكن أن يثروا هذا الحوار، وهو الدكتور عماد جاد الخبير السياسي لمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. أهلا بحضرتك دكتور عماد، وأيضا يشرفني أن يكون معنا الأستاذ مايكل مونير مؤسس حزب الحياة وأحد الذين لديهم تجارب في ملف أقباط المهجر. لو تسمحوا لي كضيوف أننا أبدأ الحوار مع الأستاذ بهاء رمزي عشان منه نستطيع أن نفهم ماذا حدث بالضبط. أستاذ بهاء مساء الخير وأهلا بحضرتك وسعداء لوجودك معنا في هذا البرنامج. مساء الخير أستاذ عماد، وأنا سعيد جدا لوجودي معاك ومع ضيوفك في البرنامج ده. أنا بترجاك أنك تفترض أن إحنا ما قريناش حاجة في الصحف وأنه أنا جاهل تماما بهذا الملف وبالقصة. ممكن تحكي لي بالضبط ماذا حدث؟ يعني إحنا بنتكلم عن إيه حسب الرواية التي تابعتها وشاهدتها وعاصرتها أنت كمواطن مصري مقيم في هولندا؟ يعني دي أحسن بداية حضرتك قلتها، إن احنا ننسى اللي اتقال في الصحف، لأن الصحف هي السبب في كل الدوشة اللي أنا شايف إن ملاش أي لازمة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. عدم الدقة بتاعت الصحف عملت مشاكل كبيرة جدا، فأنا عايز أوضح الموضوع. الموضوع ابتدى بعد أحداث مسبيرو اللي حصلت في 9 أكتوبر 2011. يوم 4/12 أكتوبر 2011 احنا عملنا على طول لقاء مع البرلمان الهولندي، وكنا عدينا عدد كبير من الملفات بحالات موثقة لمشاكل الأقباط في مصر، حالات فردية وحالات عامة. طلبنا من البرلمان شيء واضح وطلبنا استجابتهم ليه، وكان حاضر ممثلين لجميع الأحزاب في البرلمان في اللقاء دوا، وفي نهايته قابلنا وزير الخارجية روزنتال، وزير الخارجية الهولندي. طب قبل ما حضرتك تنتقل للنقطة دي، حضرتك أنا أفهم طبعا الألم الذي أصابك زي ما أصابنا كلنا، وأنا كنت بتكلم مع صديق الدكتور عماد وقت هذه الأحداث وكان يعني حتى يفكر هو نفسه في الهجرة. يعني الدكتور عماد جاد وهو أحد أهم العقول وعقلية تؤمن بالدولة المدنية ومؤمن بمصر إيمان عميق، كان نفسه متأثر جدا. لكن ليه لجأتم إلى وزارة الخارجية والحكومة الهولندية وقدمتم وثائق؟ دي نقطة أولى. النقطة الثانية، هل كانت لديك معلومات موثقة أو دقيقة حول طبيعة الموقف أو حقيقة الأزمة اللي حصلت؟ طبعا احنا لجأنا للجهات الهولندية كجهات بنشدها من موقف حقوق الإنسان. حضرتك مصر موقعة زي هولندا زي دول كتيرة في العالم على معاهدات حقوق الإنسان، معاهدة حقوق الإنسان سنة 48 10 ديسمبر سنة 48، ووقعت تاني في 12 يونيو 1980 على تأكيد لأنها متمسكة بمعاهدة حقوق الإنسان. فإحنا بنتوجه ليهم من كجهات بنخاطبها نقول لها في انتهاك لحقوق الإنسان في مصر لفصيل حوالي 20% من المجتمع المصري اللي هم الأقباط، بينتهك في جزء كبير جدا حقوقهم. وصلت العملية إن الدبابات بقت بتدوس عليهم، دبابات الجيش المفروض تحميهم. فإحنا توجهنا لهم لأن ما فيش أذان صاغية من عشرات السنين لأي
محاولة لتوضيح أن الأقباط في مصر مضطهدين، الأقباط في مصر تعبانين، الأقباط في مصر خايفين بعد الثورة، بالذات بعد التوجهات الإسلام السياسي اللي ظهرت بعد الثورة بفترة قصيرة. محدش في مصر كان قادر يستوعب الخوف القبطي أو يستوعب المشاكل القبطية. وعود كتيرة بتتقال، ودايما لغاية اللحظة دي وعود بتتقال ومفيش حاجة بتتعمل خالص، مفيش أي حاجة على أرض الواقع. فكان لزاما علينا أن احنا نتحرك كمنظمة حقوق إنسان موجودة في هولندا، مرتبطة ارتباط كامل بمصر، بكل شعب مصر، ومرتبطة ارتباط كامل بالفصيل المضطهد اللي فيها 20% تقريبا اللي فيها المضطهدين. فكان لازم نلجأ لمنظمات حقوق الإنسان الخارجية، واحنا ولجأنا للبرلمان الأوروبي، لأن في للبرلمان الهولندي آسف، لأن في جهات بتخاطب حقوق الإنسان في مصر، وده اللي اتكلمنا فيه معاهم. طب سيدي، عشان الناس، والسؤال الثاني حضرتك، هل استوثقت من المعلومات يعني التي حدثت في واقعة ماسبيرو؟ طبعا دي نقطة. النقطة الثانية، هل ما حدث في ماسبيرو وهو خطأ وجريمة لا تغتفر من وجهة نظرنا جميعا كمصريين، لكن هل تراها هي سلوك عام؟ يعني هل هناك سلوك ممنهج من الدولة المصرية أن تضطهد هذه الدولة كل من هو قبطي؟ لا، هو انا مش قادر اقول كده، ادول سلوك ممنهج للتوكل المؤبتي، لكن هو في سلوك عام لاستعمال الاقباط واستغلالهم. انا اقول لحضرتك، في اي مشكله تحصل في مصر قبل اي انتخابات لازم تحصل مشكله قبطيه. يعني قبل الانتخابات الاخيره حصلت مشكله العمريه، قبل الانتخابات اللي قبليها حصلت مشكله اسكندريه، ساعه ما كانوا عايزين يمرروا اتفاقات مع اسرائيل حصلت مشكله في قسطنطين. الاقباط مستخدمين في مصر. طيب. وده باستمرار، واخشى انه يستمر. يعني طيب، النقاط دي هنخوض فيها في النقاش مع حضرتك بالتفصيل، بس انا عايز اسمع كل افكار حضرتك كامله. طيب، لمن لا يعرف حضرتك تعريفك بانك رجل اعمال، هل حضرتك تقدر تقول لي اولا حضرتك مواطن هولندي؟ يعني حاصل على الجنسية الهولندية؟ أنا معايا الجنسية الهولندية. أيوة. طيب. معايا الجنسية الهولندية من زمان. طيب، دي نقطة. النقطة الثانية، بقالك قد إيه في هولندا؟ حوالي 25 سنة. طيب، الجمعية أو المجموعة اللي حضرتك بتترأسها اسمها إيه ونشاطها إيه وعلاقتها إيه بالدولة الهولندية؟ الهيئة اسمها الهيئة الهولندية. دي عبارة عن هيئة انشأت 2006، فيها عدد كبير من رجال الأعمال. أنا ما بشتغلش فيها لوحدي، أنا يمكن أنا رئيس اسم، ولكن إحنا بنشتغل مع. طيب، يمكن عندنا مشكلة في الإرسال. حضرتك سامعني كويس دلوقتي؟ حضرتك أرجوك كمل، حتى لو ما قدرناش ناخد الصورة نستمر في الصوت عشان نسمع رأي حضرتك لحد ما الصورة تتحسن. تفضل. لينا علاقات طيبة بالبرلمان الهولندي، ولينا علاقات طيبة بالسفارة، لينا علاقات طيب. هيئات مسلمة ومع هيئات مسيحية هولندية، لينا علاقة طيبة مع الجميع، احنا ما بيعملش مشاكل مع اي حد. طيب، حضرتك بتنزل مصر يعني الأوروبية. حضرتك بتنزل مصر او بشكل منتظم؟ بنزل مصر حسب ما الوقت يسمح، وقت الشغل يسمح. لا يعني 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 لكن بنزل. انا نزلت مرتين في 2011. اخر. طيب، وكيف استقبلتم فكرة الثورة 25 يناير؟ استقبلناها بكل فرح وكنا سعداء بيها. وعايز اقول لحضرتك ان احنا قمنا بمظاهرات في هولندا هنا هون تأييدا لمظاهرات 25 يناير قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. كنا نعتقد ان الثورة هتفيدنا كشعب مصري، ولكن انا مش عارف لو الايام عادت بيها هطلع تاني المظاهرات دي ولا لا. طيب، السؤال اللي بعد كده عشان تشرح لنا، ما هو معنى قرار الحكومة الهولندية؟ من أصدره بالضبط؟ ما هو نصه؟ ماذا يعني؟ اللي أصدر قرار الحكومة الهولندية هو وزير الهجرة الهولندي اسمه ليرز، أصدره في 11/7/2012 نتيجة لتقرير من وزارة الخارجية
من 53 صفحة طلع في 22/6/2012 بيتكلم فيه عن وضع الأقباط في مصر، وحكى عن بعض الاضطهادات الموجودة للأقباط في مصر بطريقة محايدة. القرار طبعا مش زي ما قالته الصحف خالص نهائي يعني. طب ايه هو القرار يا فندم؟ فتح باب اللجوء. ايه هو القرار؟ اشرحه لي بالتفصيل كما جاء وكما فهمته حضرتك. انا هقول لحضرتك بالظبط مش كما فهمته كما جاء، انا مش مهم انا فهمت ايه، انا هقول لحضرتك كما جاء بالظبط، وانا مسؤول عن كل كلمه بقولها وحاسب عليها قدام الحكومه الهولنديه وقدام الراي العام المصري. اتفضل يا فندم. القرار زي ما اقول حضرتك ما طلعش زي ما جه في الجرايد اللي بتقول فتح باب اللجوء للمسيحيين المصريين، ده كلام مغلوط تماما، لان ما فيش حاجه اسمها فتح باب اللجوء. هو باب اللجوء للمسيحيين او لغير المسيحيين كانت قفل هولندا موقعه على معاهدات معاهده الامم المتحده لحقوق اللاجئين سنه 25 يوليو 51، وما تقدرش انها ما تستقبلش لاجئين، فما فيش حاجه باب اللجوء ما اتقفلش عشان يتفتح، فدي اول غلطه ما تحرتهاش الصحف بدقه. النقطه الثانيه ان عشان هولندا تفتح باب اللجوء للمسيحيين بس، فده تعتبر عنصرية، أنا شايفها كده هو، إلا إذا كان ليها أسباب. فالقرار بالظبط بقى طلع القرار فيه حاجتين. أول حاجة هو طلع فعلا بيقول إن القرار ده خاص بالمسيحيين المصريين بس، وزي ما بقول هولندا لو كانت بتقول كده على الفاضي تبقى عنصرية. هولندا ما تعرفش العنصرية، لو حد يعرف هولندا وعاش فيها يعرف إن هولندا ما تعرفش أي حاجة عن العنصرية. هولندا فيها جامع وبيبنوا لهم جامع هنا هو على حساب الدولة الهولندية، هولندا ما تعرفش العنصرية على الإطلاق. لكن القرار معناه أن بتعترف اعتراف ضمني بأن في اضطهاد للمسيحيين في مصر. والقرار طلع فيه حاجة بسيطة جدا ولكن مهمة جدا جدا للي عايز يطلب اللجوء. طلع قال أن في قعدات صلح عرفية بتحصل في مصر لما يحصل مشكله بين المسيحيين والمسلمين، وان ما في لما حد بيروح يعمل محضر او يطلب حمايه الدوله المصريه من الاقباط الدوله بتتقاعس عن حمايته، فعشان كده احنا عافينا المسيحيين المصريين فقط من شرط من شروط اللجوء العام في هولندا. يعني معنى اللجوء العام يعني اي واحد من اي بلد من العراق من سوريا من اي بلد عايز يطلب لجوء عليه شرط انه لازم يثبت انه طلب حمايه الحكومة بتاعته وأعمل محاضر بمشاكله. المسيحيين المصريين فقط لا غير أعفوا من هذا الشرط لأن الحكومة المصرية مقصرة في هذا الجانب معاهم. طب هنا بس أقف هنا أقف أمام النقطة دي، يعني عشان نكون كلنا فهمنا صح، إنه منطوق القرار الهولندي يعني أن هي لأنها تأكدت من مصادرها او ابحاثها او دراساتها انه المصري القبطي بالفعل مضطهد، لذلك اذا اراد ان يلجأ الينا فليس عليه ان يثبت باي ادلة انه مضطهد، فبالتالي اوتوماتيكيا يتم دراسة او قبول حالته في اللجوء. هل هذا فهم صحيح او مغلوط؟ لا انا اسف يا استاذ عماد، لا هو مش كده. امال ايه يا فندم؟ قول لي. هو مش كده، لا هو معناها ان اعفتهم بس من ان هم يطلبوا حمايه الدوله او يثبتوا بمحاضر رسميه ان هم طلبوا حمايه الدوله، ولكن هي في القرار برضو بتقول ان هي هتنظر لكل حاله على حده، لان هي قالت برضو في القرار ان مفيش اضطهاد ممنهج لجميع المسيحيين المصريين من الحكومه. طب ايه اللي بيختلف دلوقتي عن مسيحي مصري ومسيحي تونسي؟ ده بيقول له انا مضطهد وده بيقول له انا مضطهد في الاجراءات، ايه الفرق بين الاثنين لو الاثنين دول مثلا امام وزارة الهجرة او وزارة الخارجية الهولندية؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان لو المسيحي المصري مش لازم يجيب اثبات ان هو عمل محضر او استعان بالحكومة المصرية لحمايته، ولو اثبت بطرق تانية ان هو مضطهد لانه لازم يثبت كل حاجة تدرس لوحديها ممكن بسهولة ياخد الاقامة بتاعته. المسيحي التونسي لو ما ثبتش ان هو عمل محضر بمشاكله وطلب الاستعانة بالحكومة التونسية مهما قدم من اثباتات هيترفض.
طب يبقى هذا يعني هعود للنقطة اللي أنا قلتها لحضرتك، يبقى هناك كيس ما اتبنت أو هناك اقتناع مسبق لدى الحكومة الهولندية أنه المسيحي المصري أو القبط المصري المتواجد في جمهورية مصر العربية لا يحتاج لإثبات أنه مضطهد بأدلة، لأنه بالفعل من وجهة نظرهم هم لديهم دلائل أنه بالفعل مضطهد. أدلة حكومية؟ لا، هو ما يحتاجش لأداء لإثباتات حكومية، لكن محتاج لإثباتات أخرى. إثباتات الأخرى دي زي إيه مثلا؟ تكون عنده في زي إيه مثلا؟ يعني لا، يعني الإثباتات الأخرى دي يعني أنا أتكلم بوضوح شوية، الموضوع في حرك شوية يعني. لا لا أرجوك، أنا بترجاك أتكلم بكل حرية، ما تختارش كلماتك، إحنا هنا برنامج حر، وقول كل ما تعتقد إنك مؤمن بيه. اتفضل. أنا مؤمن بحرية الدين والعقيدة، ومؤمن إن اللي عايز يغير دينه يغير دينه، اللي عايز يبقى مسلم وكان مسيحي يبقى مسلم هو حر، اللي عايز يبقى مسيحي وكان مسلم هو يبقى مسيحي هو حر. هولندا مؤمنة بكده برضو، وعلشان كده من القرار دون هيفيد جدا اللي غيروا ديانتهم واضطهدوا. لو في واحد مسيحي غير دينه بقى مسلم واضطهد عشان كده، هو ده ما بيحصلش برضو، هولندا هتقبله. لكن لو في واحد مسلم غير بقى مسيحي، ودي فيها صعوبة جدا في مصر، هيبقى سهل عليه ان هو يقدر ياخد اقامة. القرار سهل الاجراءات دي، مش محتاج يروح يقول لهم انا طلبت حماية الحكومة عشان في ناس بتهددني تموتني عشان غيرت ديني، مش محتاج لحاجة زي كده. هو دي بالنسبة للمغيرين ديانتهم. بالنسبة للمسيحيين المضطهدين، يعني زي اللي هجروا في دهشور وما رجعوش، ما عرفوش يرجعوا بيوتهم، زي اللي بيتخطف بناتهم وبيتهددوا بالقتل لو فتحوا بقهم، زي البنات اللي بتتخطف ولو هربت بتخاف من التهديد، اي حد زي ده يقدر يجي ان هو مش هيطلبوا منه يقولوا له طب انت ليه ما رحتش للحكومه المصريه علشان تحميك زي ما كانوا بيطلبوا قبل يوم 11/7/2012. لكن هيطلبوا منه اثباتات. اثباتات ايه؟ مثلا اللي غير دينه، ادينا اثبات ان انت غيرت دينك باي طريقه من الطرق. اللي عندها مشاكل، ادينا اثبات انك انت عندك المشاكل دي عن طريق منظمات حقوق انسان تكون متابعه، منظمات حقوق انسان معترف بيها، او عن طريق حد من مش عايز اقول يعني تفاصيل اكتر من كده، لان انا خايف التفاصيل تأذي الناس. ولكن سعادتك في لكن لازم يثبت باي طريقه ان عنده مشكله، مش هياخدوا الحاجه من غير اثباتات. طيب السؤال حضرتك هنا بقى في كيس، أصبحت في حالة مبنية وقناعة متواجدة لدى صانع القرار الهولندي فيما يختص بهذا الملف. هل حضرتك بتشوف أنه هذا القرار فيه مصلحة للأقباط المصريين، لكن في نفس الوقت ليس فيه مصلحة لسمعة مصر في الخارج وللنسيج الوطني الذي بنحاول كلنا نناضل للحفاظ عليه بين المسلمين والأقباط؟ يعني ممكن تكون انت بتحل في ناحية لكن بتفتح كيس خطرة للغاية من ناحية تانية. اقول لحضرتك اول حاجة، القرار دون احنا لما طلبناه لحالات محددة، اللي هي الحالات المضطهدة فقط لغير. احنا عمرنا ما جيب فكرنا ان احنا المسيحيين كلهم يسيبوا مصر. مصر دي بلدنا، مستحيل نسيبها في اي حالة من الاحوال، ولا جيب فكرنا ولا طلبنا ولا هنطلب ان المسيحيين يسيبوا مصر. لكن في حالات بيتعذر عليها ان الانسان يعيش حياته في مصر، لاما حياته في خطر، لاما استحالة استمرار الحياة لاي سبب تاني في مصر. دي الحالات دي فقط لا غير اللي القرار ده طلع علشانها، واللي احنا سعينا لان هي يسهل ليها اجراءات اللجوء. لازم ده يكون واضح جدا، مصر مهما كانت عمرها ما تفضى من المسيحيين، وده مش غرضنا على الإطلاق. بالنسبة لسمعة مصر اللي حضرتك بتتكلم عليها، أنا متهيألي إن اللي خاف على سمعة مصر هم لازم الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تخاف عليها، مش إحنا. يعني لازم من بداية الأحداث الخنكة سنة 72 من أيام السادات لغاية أيام حسني مبارك، وأنا مش هتكلم أحداث لأن لو قعدت أتكلم الحلقة بتاعت حضرتك مش هتكفي، لأحداث التسعينات اللي زي اتكلم عليها الأستاذ عبد الرحيم علي، قال لك أنا شفت بعينيا الرؤوس المسيحيين معلقة على الأعمدة في المنيا، لأحداث
الكشح الاولى لاحداث الكشح الثانيه للاحداث اللي بعد كده الكتيره القديسين وقبليها نجا حمادي وغيرها وغيرها. لو كان طلع قرار ادانه واحد على اي حد من اللي عملوا دول، القرار الوحيد اتعمل ضد القانون يتعدم عشان كان في من ضمن القتلى واحد مسلم، لو ما كانش في واحد مسلم ما كانش طلع قرار باعدامه. فلما اللي يخاف على سمعه مصر هم المفروض الحكومات المصريه المتعاقبه، اللي يخاف على سمعه مصر هي الحكومه الحاليه الموجوده دلوقتي برئاسه الدكتور مرسي، اللي لازم اللي لغايه اللحظه دي ومن بعد الثوره وعدنا كثيرا جدا جدا بقانون موحد دور العباده، وعدنا بحل ازمات الاقباط، والوعود دي كلها اللي اتوعدنا بيها من سنين فاتت وما زلنا بنوعد بيها، واعتقد ان احنا لسه هنتوعد بيها، ما فيش حاجه بتتنفذ. يبقى اللي يخاف على سمعه مصر مش اللي بيصرخ واللي بينقذ اللي بيتقتل، لا، اللي يخاف على سمعه مصر هو اللي بيقتل وهو اللي بيضطهد. سيدي الدكتور مرسي مش موجود، لكن انا دائما في هذا الحوار الطرف الغائب بحاول اطرح وجهه نظر، فلو تسمح لي هقول لك وجهه نظر الاخرى. ألم يصل إلى سمع حضرتك وإلى سمع الحكومة الهولندية أن الدكتور مرسي تولى سلطاته فقط من شهرين، أنه رغم أنه تولى سلطاته فقط من شهرين كان من ضمن برنامجه الانتخابي الاهتمام بالملف القبطي والوصول إلى قضية المواطنة المتساوية؟ نمرة 2، أنه بالفعل من ضمن القرارات التي أصدرها، ودي الأول مرة في تاريخ مصر أن يكون هناك مواطنا مسيحيا على مستوى رفيع يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية، واحد من 4 من مساعدين رئيس الجمهورية. النقطة الثالثة أن قانون دور العبادة الموحد بالفعل يتم العمل عليه، وده كان المفروض أنه هيدخل في البرلمان لولا ما حدث في البرلمان وتوقف عجلة البرلمان، لكنه سيكون من ضمن الأولويات اللي موجودة. أن الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لأول مرة في التاريخ قاموا بزيارة البابا شنودة رحمه الله، ثم قاموا بحضور القداس الخاص بوفاته. يعني هناك من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع خطوات ما كنا أن نتوقع أنها تتم في هذه الفترة القصيرة. ألا ينظر من جانب الحكومة الهولندية ولا ينظر من جانبكم على أنه هناك بدايات لحلحلة وحل هذا الملف؟ حضرتك بتقول يعني قلت حضرتك وعود انتخابية كتيرة اللي اتقالت، وانا شايف اللي اتعمل لغايه دلوقتي لا يعني شيء. ايه زياره البابا او محلش حاجه من المشاكل، كان برضو بيجي للبابا جمال مبارك، كان بيجي قبل كده يزور البابا. انا شايف ان الوعود بتاعت الاخوان من البدايه من يوم من بعد ثوره 25 يناير ومن قبل كده طبعا، لو جبنا التاريخ كله الوعود لا يثق فيها. انا لا اثق في اي وعود للاخوان، وان لم ارى شيء بعيني وان لم ارى قوانين تسن فانا لن اثق في اي شيء ولن نتوقف عن العمل. السؤال كتير جدا، السؤال عظيم عظيم. طيب ما الذي يجعلك تشعر بأن الأقباط بالفعل عندهم مواطنة متساوية وليسوا طرفا متهدا؟ يعني يحصل ايه 1 2 3 تعتبر ان هذه هي ضمانات لطمأنة الأقباط؟ انا هقول لحضرتك مش 1 2 3، انا هقول لحضرتك نقطة واحدة بس. اتفضل. تكفينا عشان خاطر انا عايز اكون انا زي اخويا المسلم في كل شيء من الالف الى الياء. بس مش عايز اخد حاجه زياده عنه ولا اقبل شيء اقل منه. احنا متساويين وانا مش عايز حاجه، اللي هو بياخده انا عايزه. طيب بس تسمح لي انا ضيوفي الكرام، عشان فاضل 8 دقائق على البث الفضائي، الدكتور عماد جاد يا ريت لو عندك تعقيب او سؤال على طول، ونفس الحكايه للدكتور مايكل. اتفضل. لا انا يعني ما عنديش سؤال محدد بعد ما سمعت اللي تفضل بيه غير توضيح الصوره، بس انا عايز اقول ان هو انا موافقه على نقطه. يعني انا عايز تحليلنا ممكن يجي بعدين لو طيب. عندك كلام عشان نستغل الوقت اللي له هو شخصيا. لا انا سؤالي يعني انا عندي معلومه ان في توجه حاليا باتجاه البرلمان الاوروبي، مش البرلمان الهولندي ولا الحكومه الهولندية، اتجاه البرلمان الاوروبي مزبوط. اكثر اتساعا، وبالتالي مزبوط. هل ترى ان ما حدث على ايديكم في هولندا هو جاست نقطه البدايه وكره تلج عماله تتراكم، ولا المساله هتقف عند حدود الموضوع اللي حضرتك قلته؟
اقول لحضرتك احنا حضرتك معرفش جبت المعلومات منين، ولكن احنا عندنا ميعاد في شهر 10 داخل البرلمان الاوروبي، وده هيبقى خامس ميعاد عندنا موعد في شهر 10 داخل البرلمان الاوروبي بسبب نفس الموضوع. احنا هنسعى لتسهيل زي ما بقول لتسهيل اجراءات الاقامات للاقباط المضطهدين في مصر. مش كل الاقباط برضه، عايز اعيدها تاني وتالت، مش كل الاقباط ولكن للي عندهم مشاكل فقط. هنسعى ده على مستوى اوروبا، والاجتماع بتاع اوروبا اللي في شهر 10 اللي احنا بنرتب ليه دلوقتي هيكون حاضر فيه اتحاد المنظمات الاوروبيه كلها، الهيئات الاوروبيه كلها، يعني هيحضر فيه من جميع الهيئات اللي موجوده في اوروبا ممثلين، علشان نشوف ايه الطريقه اللي يتنفذ بها القرار دون داخل جميع دول اوروبا. طب دكتور عماد، هذا القرار في مرحلة أخرى مش هيبقى له تداعيات على علاقات مصر بأوروبا؟ لا، أنا يعني في التحليل هقول وجهة نظري إيه، لكن أنا عايز أقول إن أنا تخوفي الآن إنه يبقى دي نقطة البداية، يبقى كرة تلج وبالتالي يتفتح الباب بعد كده. يعني هل مثلا تنصحه أن يتريث في عملية التصعيد، يعني يعطي فترة سماح لرد الفعل؟ حسب فهمي، لانه هو بيقول لي عرفت منين، انا احد الناس كلمني وقال لي احنا عندنا اجتماع ورايحين نعمل كذا 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 كذا. يعني انا بتعبيرات الطيران، خلاص الطياره وصلت لسرعتها القصوى عند نهايه الران واي، مش هيقدر يتراجع لاني تحركات على عدد كبير. انا اتراجع، لكن بطلب منه ان يعطي فرصه. لا يملك، هو لا يملك. لا يملك. طيب لا نملك، لا ازاي، مش انا املك، نحن مع بعض، احنا كمجموعه نملك ان احنا نتراجع، ولكن لازم نشوف حاجه تغيير على الارض عشان نتراجع. يعني هناك فرصه، يعني هناك فرصه لتسويه ما طبعا، يعني طبعاً. التصعيد، هل تعتقد حضرتك ان احنا نسعى لاحراج مصر؟ انا عايز اقول لحضرتك احنا بعد احداث ماسبيرو قابلنا عملنا لقاء في البرلمان الاوروبي، وكان حاضر فيه القنصل المصري في بلجيكا داخل البرلمان الاوروبي. طلب عرض علينا امام القنصل المصري اللي هي ان احنا قطع المعونات اللي بتديها اوروبا لمصر، عرض علينا ان هي الامور الوفود السياحيه اللي بتيجي من اوروبا انهم يقللوها قدام القنصل المصري. احنا رفضنا، قلنا احنا مصر تهمنا، فاحنا لو حد يفتكر ان احنا هدفنا ضد مصر يبقى غلطان. انا سعيد ان اسمع من حضرتك ده. استاذ مايكل اتفضل. طبعا هو الحقيقه في حته مهمه قالها بهاء، وانا اعرف بهاء والمجموعه من سنين، وفعلا مجموعه معتدل جدا. ممكن كان الساتلايت اتقطع، ان هو برضو المجموعه العلاقه بالسفاره المصريه كان ليهم دور كبير قوي في الانتخابات اللي عدينا عليها، سواء كان برلمانيه او مع السفاره، للجاليه كلها مسلمين ومسيحيين انهم ينشطوا الناس ويقوموا بالدور ويكونوا موجودين في السفاره وحاجات من دي. فبالنسبه للتراجع والوقت والفرصه للحوار دي هتبقى اكتر مجموعه منفتحه للحوار. في نقطه بقى انا عايز اوضحها برضو، يمكن وقعت في الكلام، انه الموضوع اللي جوه دوت ما ينفعش حد يروح السفاره ولا يطلبه، وكمان ما ينفعش حد حتى يروح هولندا عن طريق انجلترا ولا اي دوله تاني. في الحاله دي الحكومه الهولنديه هترجعه، لازم يروح مباشر. مظبوط. فلازم برضو يبقى واحد مسافر هولندا عن طريق مباشر. طيب ويبقى استاذ بهاء، ممكن ادعو حضرتك بعد ما تخلص البرلمان الاوروبي انك تيجي مصر بهذا الوفد، واخد بالك، لانه زي ما انت بتحاول انك انت تقنع الحكومه الهولنديه وتقنع اطراف اوروبيه بمطالب معينه، ارجو ان تيجي وتتحاور وتتناقش، وانت دلوقتي خلقت في كيس، في حاله موجوده، تعال اتكلم مع الناس، عشان في النهايه الامور لا تؤخذ عن بعد، وحتى لا يبدو وكانه صراع او محاوله للضغط على المصريين من الخارج. تعال وتناقش وقابل المسؤولين وقول لهم احنا عملنا 1 2 3 للاسباب الفلانيه، وهذه هي مواقفنا، ما الذي ستقدموه لنا، وما هي الوعود او الاجراءات العمليه التي يمكن ان تحتوي هذا الموضوع. طبعا القرار مش في ايدي لوحدي، لكن القرار في ايد المجموعه كلها كهيئه هنا هون وكاتحاد هيئات اوروبيه. وطبعا لكن احنا بنرحب ان احنا نيجي في مصر، وافتكر ان في ناس مننا كتير بينزلوا في مصر، كان الاستاذ مدحت الاده موجود لسه في مصر، ودي ما فيهاش اي مشكله، ولكن يعني بعد مهم ان مصر تضمن سلامتنا. لا، تضمن سلامتك ان حضرتك تيجي، وانك انت يرحب بيك وتتشال على العين والراس. يعني خلي بالك اللي بيبقى بعيد برضو بيبقى عنده تخيلات يعني يمكن تكون مبالغ فيها.
لا انا ما عنديش تخيلات ولا حاجه وما عنديش اي مخاوف كمان عشان تبقى حضرتك عارف، لكن الفكره ان انا حاسس هل الكلام هيجيب نتيجه ولا لا، ده الفكره، هل هيجيب نتيجه الحوار مع الاخوان ولا لا. انا ما عنديش اي ثقه في الاخوان وبقولها بكل وضوح. مصر لا يحكمها الاخوان، يعني انا بس وانا مش راجل اخواني اللي بحاول بس اطمنك له انه مصر النهارده هناك غالبية من الإخوان تمسك بمفاتيح ومناصب مهمة، لكنها بالتأكيد حريصة على صورتها في العالم، حريصة على جلب الاستثمارات لمصر، حريصة أكتر من أي نظام آخر إن هي لا تبدو، بسبب لأنهم إخوان. يعني يمكن أنت تقدر تعمل ديل وتصل إلى نقاط مع الإخوان، زي عفوا التشبيه مع الفارق، زي ما الرئيس السادات قال لك لان بيجن هو من اللوكوت فهو الوحيد اللي يقدر اذا انسحب من سيناء محدش يتهمه بالتفريط، فجماعه الاخوان هي الوحيده التي يمكن ان تساعد اخواتنا الاقباط في الحصول على حقوقهم دون ان يتهموا بانهم باعوا الشريعه وباعوا حقوق المسلمين. فعشان كده هو اذا جاز لاخ ليك ان ينصح انه تعالوا مصر واتكلموا مع الناس وما يبقاش الشغل فقط من الخارج. يعني انا اعرض الامر ده على زملائي في الاتحادات الاوروبيه وفي هولندا، لان القرار مش في ايدي لوحدي. ولكن برضه انا عايز اقول لحضرتك ان انا ما زلت خايف من الاخوان، حتى لو اعطوا دلوقتي اول ما يتمكنوا انا خايف منهم بعد ما يتمكنوا بعد سنه او اثنين. وطبعا زي ما حضرتك قلت مصر ما بيحكمهاش الاخوان بس، بيحكمها الاخوان والفكر السلفي. يعني عشان اقول لا بس خلي بالك خلي بالك انه نتيجه الانتخابات الرئاسيه، وفضل 10 ثواني، نتيجه الانتخابات الرئاسيه كان الفارق ما بين من ايد مرشح الاخوان ومن خالفه كانت 1.5%. فمصر ليست مختطفه من طيار واحد فقط، وصدقني كلنا هنشيلك في عينينا. فارجوك فكر في هذا الموضوع. شكرا. وفي النهايه انا بشكرك على وقتك اللي منحتنا اياه، وندعو لك بالتوفيق و يعني حسن تقدير الموقف بحيث انه يخدم مصلحة مصر قبل اي شيء. شكرا لحضرتك جدا، ومصلحة مصر تهمنا جدا 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 وفوق اي شيء. شكرا لك سيدي، شكرا. هنا بنسمع انطباعاتكم، هنا بسأل الاخ مايكل انطباع حضرتك ايه على الحوار؟ لا هو كويس طبعا، ممتاز ان قدر بقى يطلع يوضح وجهة النظر. في مغالطات وحاجات حصلت في الاعلام، الجرايد استخدمت الموضوع بشكل مثير وجاء في وقت صعب، في حاجات كتيرة بتحصل في مصر من المشاكل الطائفية داخل فيها باطن مهجر، فبقت العملية شكلها مخيف شوية. فكويس ان احنا ان هو وضح وقال. في من الحاجات اللي حضرتك سألته عليها الحاجة المهمة اللي قال لك عليها هو طلب الاستعانة بالحكومة، ده اللي تشيل أو الاستعانة ليه بقى طلب الاستعانة؟ لأنه كل العملية دي راجع إلى تعريف مفهوم الاضطهاد. طيب كويس، أنت جيت لنقطة جوهرية عايز أسمع رأي حضراتكم. إيه هو تعريف الاضطهاد في أوروبا والدول المتقدمة؟ يعني استقر العالم على تعريفات معينة تمام فيما يختص بحقوق الإنسان. إيه هي الصفات التي إذا انطبقت على إنسان يعتبر ذلك الإنسان مضطهدا من دولته؟ في الموضوع دوت نقطتين، أتمنى تديني بس دقيقتين ثلاثة لأن دي أهم حاجة في موضوع دي مشكلتنا الأساسية في مصر، عدم فهم النقطة دي. في اتنين ريفرنس أو مرجعيتين في تعريف كلمة الاضطهاد. أول مرجعية جاية من الانترناشنال كريمنال كورت، في محكمة الجنائية الدولية عندها حاجة اسمها روم ستاتس. المادة 7 من الروم ستاتس دي حددت في سنة 98، ما كانش في أي تعريف للكلمة دي، حددت إيه معنى الكلمة دي دوليا من خلال القانون الدولي. قالت إنه، وتعرفها بسيط جدا، الحرمان المقصود من الحقوق الأساسية للإنسان بسبب جنس، لون، عقيدة، موقف سياسي، مجموعة انت مالها، دين، كل حاجة. فده أول تعريف. جاء المفوضية بتاع الأمم المتحدة ما لقت ان العملية عايمة قوي لكن مش قادرة تستخدمها، ودي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عشان احنا بنتكلم على قانون اللجوء. فالمفوضية بتاع الأمم المتحدة وضحت الموضوع في باراجراف، انا هقرأ لك الترجمة بتاعته كلها عشان ما يبقاش لا كلامنا ولا كلام حد تاني. قالت ان اي عمل من المسؤولين بدولة ما
أو مجموعة من سكان هذه الدولة، يعني مش لازم مسؤولين بس، ممكن مجموعة من السكان، وهذا العمل يخالف القوانين والمعارف الدولية وسكتت، يعتبر اضطهاد. يعني ممكن يكون النظام الحكم، ممكن يكون نظام الحكم أو حضرتك أو لسه هكمل الآية، يعني ممكن يكون نظام الحكم كويس ويبقى، لكن هناك جماعة أو حزب أو 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 قبيلة هم حتى مثلا قالوا زي في أفريقيا عليهم مجموعة صغيرة أو مجموعة صغيرة أو ناس في قرية أو كذا بيضطهدوا بعض الناس، لكن ده مش سلوك الدولة كلها بالظبط. بس في بقى إمتى ده تصبح اضطهاد؟ كمالة التعريف. فجم عايزين يدوا مثال، فقال لك مثل التضييق على حرية العبادة، هتستخدموا موضوع حرية العبادة كده بالصدفة في القانون الدولي، مثل التضييق على حرية العبادة بغرض اضطهاد في بلد تكون فيه مجموعة من السكان بعدم احترام المعتقدات الدينية لجيرانها. يعني مثلا احنا في بلد في الصعيد، انت ما احترمش معتقداتك الدينية وانا ما احترمش معتقداتك الدينية، ولو قامت مجموعة صغيرة في دولة ما بعمل يحد من حق اي مواطن في الدولة في العبادة او يجور على هذا الحق ولم تتدخل الدولة او مسؤوليها، يعتبر هذا اضطهادا حتى اذا ادانت الدولة هذا العمل ولكنها رفضت او كانت غير قابلة في التدخل لحماية هذا المواطن. فالاضطهاد بقى اذا الدولة نفسها عملته، اذا وعملته اللي هو ايه، الحد من حريتك في العبادة. يعني مش لازم بقى انا اذبحك في الشارع زي ما الناس بتقول، مش لازم اللي حصل في البورصه ولا هارسك، مش لازم اللي حصل في ميرامار، لا، لو الدولة نفسها حدت من هذا الحرية، لو مسؤولين الدولة من نفسهم حدوا او تقاعصوا، او لو مواطن جار على حق مواطن تاني والدولة لم تتدخل وترد هذا الحق للمواطن، فده في القانون الدولي يعتبر اضطهاد. عشان كده هو اللي بيقولوا ان البرلمان الهولندي بعت لجنة عملت تقصي حقائق، لقت ان في مشكلة ان احنا بنستخدم القانون العرفي ما بنستخدمش قوانين المحاكم، ما بنقدمش الناس اللي حرقت بيوت ناس لمحكمة، فما بنحميش هذا المواطن، فبالتالي ينطبق تعريف بتاع المفوضية الدولية بتاع الأمم المتحدة للاجئين. يعني القرار الهولندي جاء بعد تقصي حقائق. طبعا البرلمان الهولندي في 2/6 بعت لجنة تقصت الحقائق داخل مصر، درست كل الحالات اللي هم قدموها في هولندا، ما خدتش كلامهم كده وخلاص يعني، واستقر الأمر انه في حالات، وهي حالات وحالات فردية، لكن للأسف احنا كدولة لم نتعامل مع هذه الحالات بالقوة اللي كان المفروض نتعامل بيها. احنا كل شوية نعمل جلسات عرفية وما نحلش. السؤال اللي طرحناه، هل ترى قرار هولندا بمنح اللجوء للأقباط بدعوى الاضطهاد صحيح؟ يعني انت مع القرار؟ 27% قالوا انه نعم، و 67% قالوا لا، و 6% قالوا لا اعلم. يمكن ده من بداية الحوار، يمكن بعد ما يستمعوا لكلامكم النتيجة تزيد او تقل او تتغير او تبقى كما هي. اسمحوا لي بعد الاستراحة الاعلانية اسأل الدكتور عماد جاد نفس السؤال حوالي فهمه هو شخصيا لقضية الاضطهاد وأثار هذا الموضوع. تابعونا بعد الاستراحة الإعلانية على الهواء مباشرة. يثار بين الحين والآخر أنباء حول دعوات خارجية للمسيحيين بالهجرة من مصر، وفي الآونة الأخيرة جعلت هولندا إمكانية هجرة المسيحيين إليها متاحة، فهل يرى المسيحيون الهجرة أمرا لا بأس به بالنسبة إليهم أم العكس؟ احنا بنرفض أي تدخلات خارجية، وأي حد بيتكلم على ان احنا من حقنا ان احنا نطلب حق اللجوء الديني، حق اللجوء السياسي، احنا رافضين كل الكلام دوت، لان دي بلدنا ودي وطننا واللي احنا عايشين فيه وتربينا فيه وضحينا فيه بدماننا احنا واخواتنا المسلمين، مفيش اي حاجه تفرقنا عن بعض، بس عايزين الكلام ده فعلا يبقى كلام واقعي وكلام حقيقي. يعني هو بالنسبه ان هنا يعني الاكبر مش واخدين حقهم شويه هنا، فبيطلبوا ان هم اللجوء بره، عشان كده يعني مثلا مفيش شغل كويس، يعني معظم حقوق الاكبر يعني مش واخدين، ما يبقاش في تمييز بين حد وحد، وهو ده يعني ده عشاننا ان نفضل على كده، لان احنا من كده من زمان، يعني نفسنا نفضل كده وما فيش حد تدخل ايد خارجية تفرق ما بيننا. هو ده اللي بيدخل في دماغ الناس ان هي تفكر تروح برا. ما حدش ليه حق ان هو مثلا يفرض عليك ان انت هتسافري، بس طبعا في الظل اللي احنا شايفينه ده الناس بتلاقي زي محرب او مخرج او يعني حاجة تقنى جال اللي هم عايشين فيه هنا. هل الاقتصاد هم بيساعدونا في الاقتصاد علشان كده نسمع كلامهم؟ لا طبعا، احنا هنا لازم ان احنا نكون اقتصادنا وننميه، ويبقى طبعا مسلم مسيحي
ايد واحده ما قدميش غير الهجره. انا دلوقتي واحد مش عارف اعيش، مش عارف يكون لي مستقبل في مصر. من بعد الثوره كل حاجه بقت زي ما انتم شايفين، الحاجه الدستور بيتعمل جديد، انا مش عارف الدستور دوت رايح على فين. هل الدوله ديت هتبقى دوله مدنيه، ولا هل الدوله ديت هتتعمل دوله دينيه؟ هل الماده الثانيه هيتلعب فيها ولا مش هيتلعب فيها؟ فين ده كله؟ ممكن في ناس تانية عايزه تسافر يسافروا، اذا كانوا بيبصوا لاوضاع ماديه او اوضاع ان هم عايزين يعيشوا عيشه تانية او حاجه زي كده. ما انت ممكن تعيش محترم وكريم هنا في بلدك، بس يعني نستنى شويه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي والبلد ماشيه ازاي. احنا مش عايزين مصباح الاقي الدين ندعكه ونلاقي الكون اتغير معانا في 5 دقايق، لا، يعني ربنا خلق الدنيا في 7 ايام.